مبروك يا دكتور. طمني، انا خايفه قوي ما بنامش. صدقيني يا ست هاني، ما فيش حاجه تستحق الخوف. كل الحكايه شويه تعب اعصاب زي ما بقول لك دايما. اعصاب؟ وهي الاعصاب تعمل في قلبي كده يا دكتور؟ ساعات في الام في القلوب ما بيعرفهاش الدكاتره، لكن بيحسوا بيها اصحابها. الطب رايه غير كده. دكتور، انت متجوز؟ ايوه. يا بخت مراتك بيك. ياه، للدرجه دي؟ طبعا، مين تطول ان يبقى شريك حياتها دكتور ناجح زيك، وغير كده انسان رقيق ودمه زي الشربات. اشكرك على المجامله الرقيقه دي. دي الحقيقه يا دكتور. طب اتفضلي البسي هدومك. لا مؤاخذة، الدكتور عنده كشف. تعالى. واحد ولا واحد؟ واحدة طبعا. كبيرة ولا صغيرة؟ حلوة ولا وحشة؟ هي معقولة يا استاني. ايه معقولة دي؟ اصل دي حكاية نسبية يا استاني، وانت عارفة طبعا ان اليومين دول مش ممكن الواحد يقدر يحدد سن واحدة ست من الحاجات اللي بيعملوها في نفسهم. غريب، ده لو كان بيحكي لها ألف ليلة وليلة كان زمانه خلص. ما هي دي حكاية نسبية كمان يا استاني. يوه، استهاني ميرسي يا دكتور. العفو يا فندم، مع السلامة يا هاني. الله يسلمك. ازاي يا منى تخش اوضة الكشف بالطريقة دي؟ كنت عايزني استأذن؟ أقل ما فيها، احتراما لشعور المرضى. احتراما لشعور المرضى؟ ولا خايف أشوفك كده ولا كده؟ يا منى مش معقولة اللي بيحصل ده، مفيش راجل في الدنيا يعتمده، وأرجوك كفاية أنا. طب بذمتك، بذمتك اللي خرجت دي شكلها شكل عيانين. طب عايزاني أعمل إيه يعني؟ أعلق يافطة على باب العيادة أكتب عليها الكشف للسيدات فوق الستين حسب تعليمات زوجة الطبيب. والله فكر، بس يكون احسن تخليها من 70. ممكن افهم حضرتك جايه العياده فجاه زي مفتشين الترماي ليه؟ اولا عشان اشوفك. شفيتك العافيه. وثانيا عشان اخدك معايا حفله تجن. كلمه اخدك معايا دي ما احبش اسمعها. انا مش طرطور بتهديك ايدك. يا ست هاني، اسمها نروح سوا حفله، او عاوز اروح معاك حفله. يا سلام، هي دي اللي هترجي غرورك؟ مش غرور يا منى. حاضر، ممكن يا دكتور تاخدني معاك حفله تجنن؟ طب والمرضى اللي بره اعمل فيهم ايه؟ طب ما تكشف عليهم. هو انا حوشتك؟ هادي قاعده. ايه ده؟ انت هتقعدي هنا وانا بكشف عليهم؟ ايوه، اصل بصراحه في واحده بره شكلها مش عاجبني. بقول لك ايه، ما توزعها على دكتور تاني.